من الصادر انا كنعتبره صحح المسار اللي طاح فيه الحكم الابتدائي، ونصف الضحيه ونصف المجتمع، وتجاوب مع المطالب ديال هيئه الدفاع في الشق المتعلق برفع العقوبه الى القدر الواجب تطبيقه انطلاقا من الافعال الوحشيه المقترفه من هؤلاء، ولكن في الشق ديال الدعوه المدنيه لم يكن منصفا، وسيكون محط طعن بالنقد من طرفنا بعد التشاور مع ولي القاصرة. شكرا لوسائل الإعلام، شكرا للحركة الحقوقية، شكرا للحركة النسائية التي أبت إلا أن تحضر وتقول لا لهذا الحكم، لا لمن كان يريد أن يتاجر بالحكم الابتدائي ويمس به المؤسسات القضائية والأمنية. احنا شغنقول لك، جد مسرورين بعد 13 ساعة ديال الانتظار من 12 النهار حتى الوحدة ونص، صدر حكم اللي هو أرضانا، والحمد لله أننا عندنا الفرصة الثانية في القضاء اللي هو القضاء الاستنافي. الجنات خداو الجزاء ديالهم، 20 سنة الجاني اللي هو أب الطفل البيولوجي، وعشر سنوات الجنات مع رفع الغرامة للجنات ولا الأب البيولوجي. فاحنا هنا ما علينا إلا نقدموا الشكر للعدالة اللي نصفات الطفلة تيفلت، وكي كنقول وكنعاود نقولها وكنكررها، كلنا طفلة تيفلت، واللي سهرنا هذا الليل كله إلا أننا حسينا بآلام طفلة تيفلت، وأصبحنا كلنا طفلة تيفلت. حالة ديال الطفلة منين استمع لها القضاء، هيئة القضاء منين استمعوا لها اليوم انهارت بالبكاء، الشيء اللي عمرها ما دارته. فاحنا استحسننا الشيء، لان كانت معنا الطبيبه اللي متابعاها نفسيا، استحسننا الشيء منين عيطنا لها وقلنا نهارها انفعلت وبكات وكتغوت وكتقول بعدو مني، قالت لنا على ان العلاج الحمد لله بدا كيدير المفعول ديالو، ووصلناها مشات في حاله تيفلت. الا ان هذيك الطفله ولا هذاك الطفل راه خصنا كلنا نضروا له، ما خصناش نطلقوهم، ما خصناش ماشي هنا وقفات القضيه، القضيه لا زالت مستمره، اللي خصنا انقاذ هذيك الطفله وانقاذ الطفلات بحالها. اظن ان المحامي بغض النظر عن انه ما كيقلبش على العقوبات تكون كثيرة أو قليلة، ما تقلب على عقوبة عادلة متلائمة مع خطورة الأفعال المرتكبة. طبعا الأفعال خطيرة وخطيرة جدا، ودمرت أسرة بكاملها. طبعا العقوبات المقررة بمقتضى القانون هي عقوبات كتمشي 30 سنة، وحنا كنا طلبنا بإعادة تكييف الأفعال الإجرامية. المحكمة مازال ما عرفناش التكييف ديالها لأنه وقفت، ولكن أظن أنها طبقات مقتضيات الفصول اللي طالبنا بتطبيقها. والعقوبة على كل حال عقوبة كتبان لي أنا ملائمة لخطورة الأفعال المرتكبة. هذا ما كان.